وزي كده ما حضراتكم شايفين، لو دخلنا من الموبايل على القناة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ودخلنا على القناة بتاعتنا كده بالمنظر ده، تمام. ولو دوسنا على الكلمة دي، المزيد من المعلومات حول هذا القناة، لو دوسنا عليها كده اهوت ونزلنا تحت شوية، هيطلع لنا كل الروابط اللي احنا ضفناها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعة؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم اخوكم ابو ادهم، صاحب قناة مباشر من اسكندرية. النهاردة جايلكم موضوع جديد، جايلكم حلقة جديدة مختلفة. اكتر من حد كلمني قال لي ابو ادهم لو انا عندي حساب على اي تواصل، اي منصة يعني من التواصل الاجتماعي كفيسبوك تيك توك واتساب اي حاجة من دي، عايز ادفع على اليوتيوب بحيث ان اي متابع عندي على القناة يقدر يتواصل معايا من خلال اي يعني منصة من المنصات دي، كان تيك توك او يوتيوب او فيسبوك. فاحنا دلوقتي النهاردة هنضيف مع بعض على القناة بتاعتنا ازاي ان احنا نضيف الواتساب، ازاي نضيف الفيسبوك، ازاي نضيف التليجرام، اي منصة من المنصات التواصل الاجتماعي ازاي ان انا اضيفها على القناة بتاعتي، وبعد التحديثات الجديدة في اليوتيوب. فلو انت مهتم بحلقة اليوم تابع معنا حلقة للاخر لانها هتبقى مفيدة ليك جدا، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. طيب اول حاجة احنا منخش على قناتنا من على جوجل، منخش على قناتنا من على جوجل او من موبايل او من الكمبيوتر، يعني من الموبايل او من الكمبيوتر بنخش على جوجل. بعد ما نخش على جوجل بنخش على القناة بتاعتنا، احنا كنا قلنا عليها قبل كده ازاي وشرحنا ازاي. وبعد ما نخش عليها بنيجي نخش على استوديو اليوتيوب، وبعد ما نخش على استوديو اليوتيوب بنلاقي حاجة اسمها التخصيص، عصاية وعليها كده 3 نجوم مكتوب عليها التخصيص، هدوس عليها كده زي ما حضراتكم شايفين قدام منكم، تمام. هتفتح معانا صفحة بالمنظر دوت، الصفحة اللي احنا بنغير منها الصورة بتاعتنا او الغلاف، او بنجهز فيديوهات للجمهور الجديد او فيديو للمتابع اللي معايا على القناة، تمام. بعد كده بلاقي كلمة تنسيق العلامات التجارية المعلومات الاساسية، تمام. فاحنا بنختار معلومات الاساسية وبننزل تحت كده شوية، بنلاقي زي ما حضراتكم شايفين اكتر من مربع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تمام. اول حاجة انا هضيفها الواتساب، يعني هو هنا كاتب لي الواتساب فانا بقول له ماشي الواتساب، تمام. باخد الرابط اهو انا مجهزه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، باخد الرابط كوبي وبعد كده بروح اعمله لازم، تمام، زي ما حضراتكم شايفين، تمام. انا حابب طبعا اضيف مربع كمان، تمام، عشان خاطر انا عامل قناة على الواتساب، اتمنى ان حضراتكم تتابعوها، تمام، هيبقى فيها حاجات جميلة جدا، تمام، وبنزل دايما فيها كل ما يخص اليوتيوب بالنسبة لأي حاجة جديدة بتنزل بالنسبة لليوتيوب، فببدأ ان انا انزل. فاجهز بس معاكم الروابط ديت. هاجي هنا مثلا انا دلوقتي ضفت مربع جديد، فبكتب له هناوت ان المربع ده بيكون بخصوص القناة بتاعت الواتساب عندي، تمام، وبرجع اخد الرابط اللي انا عايزه ده، تمام، واخده كوبي وبرجع اضيف الرابط، تمام، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا عندي قناة برضو تانية، تمام، على الواتساب، اتمنى برضو ان انتم تشتركوا فيها، تمام. يعني ان شاء الله يعني الحلقة بتاعت النهاردة هتفيدكم جدا يعني، تمام. برجع برضو زي ما حضراتكم شايفين باخد الكلمة اللي انا عايزها، اي حاجة من اللي انا محضرها، انا بس بوري حضراتكم لان لو حد حابب يضيف اي منصة مش موجودة مش هلاقيها قدامه، تمام، يقدر يضيفها بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين، تمام. وببدأ اضيف الرابط بتاعي، تمام، انا كده ضفت الرابط بتاعي.
كده ضفت كل تواصل الواتساب تبعي، القناة بتاعتي، القناة التانية، الواتساب الخاص بيا، التواصل مباشرة. تمام، هنكتب ان هو العنوان بتاع الفيسبوك. تمام، هحط العنوان بتاع الفيسبوك اللي هو الرابط بتاعي. تمام، يعني زي ما حضراتكم شايفين موضوع سهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة خالص. هروح اجيب اللي هي التويتر. تمام، موضوع مش هياخد معايا ثواني، اهم حاجة اكون مجهز الروابط بتاعتي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين، وابدأ اضيفها بالمنظر ده. بعد كده هجيب الانستجرام. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده الموضوع مش هياخد معانا دقايق. تمام، وبعد كده هياخد التليجرام زي ما حضراتكم شايفين. موضوع بسيط جدا جدا، يعني فوق ما تتخيل. تمام، وبعد كده بروح اجيب التيك توك. تمام، اهو زي ما حضراتكم شايفين ببدأ اضيف كل حاجة. اروح اجيب كواي، اخر منصة معانا بالنسبة للمنصات اللي عندي. تمام، وببدأ اضيف كواي. تمام، لو في اي منصة عندك تقدر تزودها من اضافة رابط، اضافة رابط، وبتبدأ تكتب زي ما انا كتبت كده، زي ما انا ما عملت في الاول. انا كتبت قناة واتساب وبعد كده حطيت الرابط، فانت تبدأ تعمل نفس الموضوع. بعد كده بتعمل نشر، بعد كده بتعمل نشر او حفظ حسب ما طالع معاك. تمام، خلاص احنا كده الدنيا معانا. تمام، هنعمل هنا اطلاع على القناة. يعني انا بعد ما عملنا نشر هعمل بقى اطلاع على القناة، اشوف بقى هيظهر ازاي قدام الناس. تمام، طبعا قبل التحديث الجديد كان بيظهر هنا، اهو كان بيظهر عند الغلاف هنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كان بيظهر هنا على الغلاف من فوق. تمام، لا هنا دلوقتي بدأ يظهر، يعني تشوف الصورة بتاعتي فين، هيطلع تحت منها. تمام، بيبدأ يظهر هنا. انا عندي كده 8 روابط حاطتهم تواصل معي. تمام، زي ما حضراتكم شايفين لو دوست على قسم لمحة، لمحة. تمام، لو دوست على قسم لمحة بالمنظر ده. تمام، ونزلت تحت هلاقي هنا قناة الواتساب، قناة واتساب، الواتساب، الفيسبوك، تويتر، انستجرام، تليجرام، تيك توك، كواي. تمام، يعني اي منصة من ديت انا هدوس عليها هتفتح معايا المفروض. يعني افترضنا انا هدوس على الفيسبوك. تمام، فهنا طبعا هو هيحولني مباشرة على المنصة بتاعتي او الصفحة بتاعتي اللي انا كاتبها. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هو حولني عليها اوتوماتيك على طول. تمام، فاي حاجة انا هقدر ادوس عليها هنا او اي حد من الجمهور يعني المتابع اللي عندي يقدر يتواصل معايا من جميع الروابط اللي انا ببقى حاططها هنا. وزي كده ما حضراتكم شايفين لو دخلنا من الموبايل على القناة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ودخلتنا على القناة بتاعتنا كده بالمنظر ده. تمام، ولو دوسنا على الكلمة دي المزيد من معلومات حول هذا القناة، لو دوسنا عليها كده اهوت ونزلنا تحت شوية هيطلع لنا كل الروابط اللي احنا ضفناها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. تمام، يطلع لنا القناة بتاعت الواتساب والقناة التانية والواتساب والفيسبوك وتويتر وانستجرام والتليجرام والتيك توك وكواي، كل اللي احنا ضفناه مع بعض هيبدأ يظهر قدامكم بالشكل ده. تمام، فنعيد تاني، لو دوسنا على المزيد من المعلومات حول هذا القناة ونزلنا تحت كده هيبان معانا زي ما حضراتكم شايفين. ده كان كده حلقة اليوم النهاردة. اتمنى لو الحلقة عجبتكم، اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنساش او ما تبخلش عليا بالتعليق بتاع حضرتك، لانه بيعمل لي دعم جامد جدا. التعليق بتاع حضرتك بيحفزني ان انا اقدر ادور على فيديوهات تانية وانزلك فيديوهات تانية واحاول ان انا اوصلك المعلومة بشكل اكتر. التعليق بتاع حضرتك بيديني دافع كبير جدا جدا. اللايك بتاع حضرتك برضو بيديني او حضرتك بيديني دافع كبير جدا. فاتمنى ان حضراتكم ما تبخلوش عليا اذا الفيديو عجبكم، واذا الفيديو ما عجبكمش ما تعملوش تعليق ولا تعملوا لايك ولا تعملوا حتى اشتراك في القناة. تمام، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم ابو ادهم.